اليوم هو اليوم الثالث لأعمال المعرض والمؤتمر الطبي. زي ما عارفين هو تم الافتتاح يوم الثلاثاء الماضي بحضور وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم بدأت أعمال المؤتمر والمعرض منذ اليوم التالي حتى اليوم. نشهد النهاردة الجلسات الختامية لعمل المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر هو النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر إفريقيا الموجه إلى القارة الإفريقية بالكامل في قطاع الرعاية الصحية. اجتمع كل الخبراء وكل الضيوف والأساتذة الحاضرين من الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للتحكم في الأمراض منظمة الصحة العالمية والأساتذة من مصر وكافة دول العالم، وأجمعوا على أن هذه النسخة جاءت بنجاح كبير كما كانت نسخة العام الماضي، ثم أتت هذه النسخة في هذا الثوب عام 2023 بمكتسبات وإيجابيات جديدة تتمثل أساساً في فتح بوابة للاستثمار والاتفاقات التجارية التي تم إبرامها ما بين مجموعة كبيرة من الشركات المصرية والشركات العالمية ودول إفريقية في مجالات تصنيع وتوطين الدواء، في مجالات توريد المستلزمات الطبية، فيما يخص قطاع الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الرعاية الصحية بصورة عامة. ليس فقط نتكلم عن سرطان الثدي، ولكن نتكلم عن صحة المرأة الشمولي بما فيها صحة العقلية وصحة الفتاة ومحاولة مكافحة ومحاربة الممارسات الضارة، مثلا من خلال تقنين القوانين. عندنا قانون تجرم ختان الإناث، ونحن نعرف أن على حسب الإحصائيات أن 14 بليون دولار تصرف على الخدمات الصحية في العالم نتيجة ممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث للفتيات. عندنا مثلا مكافحة العنف، في هناك مصر ممكن تبرز جهود كبيرة أن احنا في توجه نحو لا للعنف، لا للعنف، وخاصة لا للعنف ضد النساء. من خلال أقل من عقدين مصر خفضت 700 مرة نسبة الوفيات لدى الأمهات، وهي نجاح كبير يعتبر. فلذلك نهنئهم كذلك على هالشيء من قبل منظمة الصحة العالمية. في عندنا كذلك جزء كبير من النجاح اللي حصلت في الكشف المبكر لسرطانات العنق الرحم من خلال عمليات التقييم.